أماني رفعت في بالهنا. النهاردة عاملة لكم حاجة اسمها ميت لوف أو رغيف اللحمة، أو لوف بالخواجاتي يعني رغيف، وميت بالخواجاتي يعني لحمة، يبقى رغيف اللحمة. بس ما هوش حواوشي، مش رغيف اللحمة اللي احنا شاطر ومشطور وما بينهما لذيذ ده، لا لا لا، احنا اللي هنعمله النهاردة هنعمل ميت لوف يعني لحمة مفرومة. خليني أقول لكم المقادير وهتعرفوا احنا هنعمل ايه، هتعجبكم جدا. مقادير عندنا لحمة مفرومة، جايبة تقريبا نص كيلو لحمة مفرومة على ربع كيلو، عارفين يا جماعة السجق البلدي بتاعنا، هو ده اللي أنا عايزاه، سجق بلدي بشيله من الممبرين بتاعه ده أو البتاع اللي بتاع المنبار ده اللي بيحطوه فيه، شلناه بقى كده. بصل، رز مسلوق، بقسماط، جبنة شيدر، شوربة، 3 بيضات، زبدة، زعتر، ورق غار أو ورق لوري، بابريكا، قلت بقى اللي هي بهارات كلها مع بعض، زعتر وثايم، الاثنين يعني في زعتر وفي اوريجانو، فالاثنين احنا بنستخدمهم. الاكل النهارده هنتعامل بالظبط في بوله، محتاجين بوله وطاسه، والبتاع اللي هنعمل فيه القالب اللي هنعمل فيه اللحمه، ومش لازم يبقى عندنا حتى القالب. اول حاجه هنشتغل بيها هي ان احنا نصفر البصله. اوكي، مش بتاخد وقت. هنبتدي نعجن كل الحاجات، وهخلي البصله هي اخر حاجه تنزل لغايه لما تاخد اللون اللي احنا عايزينه نصفره لها ده. بصلها كتير، يعني انا عايزاكم لما تيجوا تعملوا الاكله دي خليكوا كده كرمه في البصل، لان البصل هو اللي بيدي لها الطعامه كلها. هنسيبهم هنا وننساهم، ونبتدي بقى نشتغل في الأشياء الأخرى، ألا وهي، مش أنا لسه رايحة من هناك، مش كنت جبت معايا الشوكة وخلاص؟ نجيب معانا الشوكة ومعلقة لطيف كده. أول حاجة هنخلطها مع بعض هو اللحم المفروم بتاعنا، لحم بقري عادي جدا، واللحم بتاع السجق. ولازم عندنا لما نيجي نشتري سجق نشتري من عند جزار بتاعنا عارفينه حبيبنا، علشان ما تعرفوش اللحمه دي ممكن يبقى فيها ايه. وانتوا لو تحبوا انتوا وعائلاتكم، لان الواحد دايما لما يحب يعمل سجق عند حد بتبقى مش اقل من 5 كيلو، فشوفوا انتوا ايه اكتر طعم بتحبوه وتعملوه مع بعض بلحمه انتوا شايفينها قدام عينيكم، بدل ما تعملوها تشتروا الحاجه وانتوا مش عارفين اصلها ايه اساسا. اوكي، فده السجق مع اللحمه المفرومه. ممكن برضو في الاكله دي نغير انواع اللحمه، يعني ممكن نحط ديك رومي، صدور ديك رومي مفرومه، ممكن نحط صدور فراخ مفرومه، ممكن نحط اللحم الضاني الصغير مفروم مع اللحمه الاساسيه، ماشي؟ يعني هي فكره انكم تغيروا يعني طعم اللحمات مختلفه مع بعض بيعملوا حاجه حلوه قوي. هنسيب البصل كده يصفر، احنا عايزين زي ما قلت لكم بصل كتير يصفر علشان الاكله دي. هبتدي بقى على طول انا في الشغل. الكميه اللي انا قلت لكم عليها دي هحط لها تقريبا كوبايه رز مسلوق. اوكي، ما تخافوش، هي شكلها كتير بس صدقوني هي كده الحكايه بتبقى جميله جدا. وليه رز؟ اهو دلوقتي جالنا لحمه ورز، مش محتاجين اي حاجه تانيه. هحط دلوقتي بقى البابريكا، انا اوريدي يعني عامله الحاجه قدها بالظبط. البابريكا اللي هي الفلفل، عارفين هي ايه البابريكا، و الزعتر، والزعتر التاني الناشف. زي ما قلت لكم في حاجه اسمها اوريجانو وحاجه اسمها ثايم، هتلاقوها في السوبر ماركت كده. والبهارات. الاكله دي الحلو فيها انها بتتقدم سخن بتتقدم ساقع. يعني ايه بتتقدم سخن وساقع؟ يعني احنا ممكن ناكلها اول ما بتطلع، بعديها بشويه كده لازم ترتاح عشان نقطعها عشان ما تفتفتش،
ممكن ناكلها سخن وساقع. ساقع يعني زي السندوتشات، مش احنا عارفين اللانشون والحاجات اللي احنا بنجيبها من عند الناس، احنا ممكن نعملها في البيت بالطريقه دي، لطيفه جدا مع الاولاد، ساندوتش كده هو بشويه صوص فيها وشويه جرجير وياكلوها، حلو قوي قوي. عزومه مع شويه بطاطس بيريه وشويه سوتيه وتقدموها، لطيفه جدا جدا. تاني دي طب دي حاجه انجليزي ولا امريكاني حاجه كده، بس انا مش عاملاها بالطريقه الامريكاني، انا عاملاها بطريقه جورمي لايك شويه، يعني طريقه مفتخره شويه، يعني فيها شويه شغل. عاده الواحد بيحط كل حاجه على بعض يقوم مغرقها كاتشب ومدخلها الفرن، لا المره دي مش كده خالص. فخلصنا اهو، وايه كمان محتاجين نحطه؟ انا عايزه بقى احط كل الحاجات مع بعضيها. والله كان محتاجة بولة أكبر من دي شوية، ممكن هشتغل غالبا في البولة دي علشان كان نفسي تشوفوا الألوان، بس زي ما انتوا شايفين البولة صغيرة وأنا لسه عايزة أحط الحاجات كتير، ده في حاجات كتير جدا لازم تتحطها. فهنقلب اللحمة باللحمة بالرز بالبهارات بتاعتنا. فبقول لكم لو ما هنستخدمها، لو هناكلها ساقعة وهيفضل فيها، أحسن حاجة إن انتوا تزودوا البهارات والحاجات اللي احنا حاطينها عشان الطعم يبان فيها أكتر. اوكي فيلا، عشان كده بما اني قلت لكم الكلمه دي هحط بقى بقيه الاوريجانو كله اهو. ايه تاني بقى محتاجين نحطه هنا؟ طبعا هندخل بايدينا كمان شويه، ما تفتكروش الحكايه هتفضل كده بس، اهو البقسميت البقسماط، هخلي دي اخر حاجه عندنا. انا اهم حاجه عندي البصل، لان البصل هو اللي بيديها السويتنس الحلو. ايوه البصل بيديها، خليها كده مسكره وجميله. يا سلام، هكذا كفايه جدا كده علينا. وطبعا لازم تهدى شويه، بس انا عايزه اعمل الاكله معاكم دلوقتي فهشتغل على طول. هحط كل الحاجات دي هنا، البصل، الوصفه دي وصفه انا بقى بقعد ادور عشان نجيب وصفات حلوه والواحد يجربها ويشوف ايه اللي بيمشي وايه اللي ما بيمشيش. من احلى وصفات الميت لوفس اللي انتم ممكن تعملوها في حياتكم. ممكن برضو بعض الناس كانوا بيعملوا ايه، بيسلقوا بيضه او يسلقوا بيض ويحطوه جوه الميت لوف ده وبعدين يقطعوه زي سكوتش بيسموه اجز، يعني اللي هو بيض ملفوف باللحمه زي الطعميه اللي احنا بنعملها، برضو نعمل طعميه ونحط جواها البيضه برضو بتبقى حلوه قوي. خلاص حطينا كده دول، شايفين الدنيا بقت عامله ازاي، الريحه خلاص بقت حلوه جدا. فلفل اسود كالعاده، كتير ملح، مش هنزود في الملح لان احنا حاطين السجق اوريدي كمان، يعني تخيلوا السجق بكل الحاجات دي، متخيلين ده انا بنتكلم عليه. وثلاث بيضات، نعمل ايه في الثلاث بيضات؟ هنكسرهم، خلوني بقى عشان دي لحمه وفعلا اخف ما يبقاش واحده تطلع بايظه تضيع لنا كل الفلوس دي اهي. واحده نضربها كده بس الاول شويه، واحد اثنين بعدها نحطها في كورنر كده عشان ايه لما نيجي نعجنها بايدينا يبقى الحاجات في كل الايه المناطق. هاي المنطقه دي عايزه شويه ايه بيض، ونبتدي بقى ايه نعجن الحاجات دي كلها مع بعض. ما ننساش ان احنا عندنا برضو ايه تقريبا نص كوبايه شوربة. شايفين يا جماعة الدنيا لطيفة ازاي، طعمها مش قادرة احكي لكم، ريحتها من وهي بتتعمل اوريدي حلوة. غالبا هزود لها شوية بقسماط، بتبقى مويست ومستوية، بتاخد وقت بقى في الفرن. دي بتبقى برضو على 180 وتقريبا 45 دقيقة ل 50 55 دقيقة على حسب الفرن بتاعته قوته عاملة ازاي. اهو بس كده اهو، ازاي بقى هنقدمها او ازاي هنخبزها؟
هي دي. عارفين الكيك، قالب الكيك اللي احنا بنعمله المستطيل ده، الانجليش كيك اللي بنحب ناكله مع الشاي ده بعد الظهر. لو مش عندكم هوريكم، انا برضو بعملها بدون اي حاجه، بعملها بايدي كده بدون ما بحتاج اي قوالب اهو. هحط شويه بقسماط زي ما قلت لكم تاني، عشان انا حطيت زودت البتاع. واهم حاجه في الدنيا الجبنه الشيدر. ماشي، فدلوقتي احنا حاطين ايه، جبنه وسجق وبصل وبيض وشوربه ورز. انا قلت رز قبل كده، يعني اكله كامله متكامله زي ما هفضل اعيد وازيد لكم تاني. الحكايه كلها طبق سلطه وتبقى حاجه لطيفه جدا. دلوقتي اللي هعمله حاليا، عايزه امشي دول، ان انا اجيب القالب او الصينيه اللي هشتغل بيها. ورق اللوري لسه ما استعملناهوش، دلوقتي هتشوفوا بقى هنستعمله في ايه. الصينيه اول حاجه عايزين ورق زبده، اهو ورق الزبده. تاني حاجه هجيب القالب اللي هشتغل فيه، اهو القالب اللي هشتغل فيه. نتاكد الفرن اوريدي شغال على 180 وسخن، هندخلها على نار سخنه. وده القالب اللي احنا هنشتغل فيه او الصينيه، عشان انا قلت لكم ممكن نشتغلها صينيه او نشتغلها ايه في قالب. فانا هشتغلها صينيه علشان الناس اللي ما عندهمش قوالب ما يقولوش مش هقدر اعملها اصلي ما عنديش قالب. لا، الواحد ممكن يعمل كل حاجه باللي موجود عنده. ودلوقتي بقى هنبتدي الشغلانه اللي كل الاطفال وكل والستات كتير جدا ما بيحبوهاش، ولازم يبقوا لابسين جوانتي وكده، وعندهم حق. ريحه البصل ساعات ما بتبقاش لطيفه وما بتطلعش على طول، بس طماطمايه، عارفين لو عملت طماطمايه كده اهو بتضيع الريحه. طبعا الليمون احنا اتكلمنا ان هو بيضيع الريحه. طيب انا بقى دخلت بالايد كده اهو، ولا يعلو اي حاجه على الايد اهو. هجيب بقى انا هذا الخليط كله، شايفين هو كله ماسك متماسك حلو ازاي مع بعضيه، طلع خلاص كله من الطبق. هنا والله هو كان عايز يتعمل كمان اهو، شفتوا ما خدش وقت خالص. نعمله كده بالاسلوب ده، تعملوه بقى بالاسلوب اللي انتوا عايزينه. شكلها بتبقى حاجه فخيمه جدا لما الواحد بيقدمها، زي ما قلت لكم شويه سوتيه، شويه بطاطس بيوريه، او حتى بطاطس روستد في الفرن، يعني معموله في الفرن يبقى حلو قوي بالمنظر ده كده. هل احنا هنخلص عند هنا؟ لا. ايه اكتر حاجه بتخلي طعم اللحمه حلو قوي من البهارات كلها اللي احنا مستعملينها؟ عارفين هي ايه؟ هقول لكم الحكايه اللي احنا ما استعملناهاش لغايه دلوقتي، ورق اللوري اهو. انا هجيب كده ورق اللوري واحطه بالاسلوب ده كده، شكلا حلو وموضوعا احلى. اوكي، هكذا شفتوا الشكل حلو ازاي، كانها تورته لحمه. احلى حاجه فيها والطعم اللي هيخليكوا تتبسطوا جدا منها فكره ان احنا حطينا السجق معاها. فزي ما انتم شايفين الميت لوف خلص، هندخله الفرن وارجع لكم بعد الفاصل باكله تانية لطيفه جدا جدا. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا مره تانية بعد ما دخلنا الميت لوف او رغيف العيش اللي احنا عملناه اللطيف الظريف ده، وهو استاذ محترم مستنيين في الفرن. هعمل لكم من اكتر الحاجات اللي ولادي بيحبوها وانا شخصيا كمان بحبها قوي، السمبوسه، بس بقى مش لحمه وجبنه وكده، بحبها بالخضار برضو خضار. قلنا النهارده لحمه كتير، نعمل بقى حاجه خضار وحاجه كده ايه من المقبلات اللطيفه جدا، مش شرط بس في شهر رمضان، في اي وقت تاني. هي دي المقادير اللي قدامكم لو انتم شايفينها، هي عباره عن بسله وبطاطس مسلوقه وكاري والبتاع، بس خلاص هو ده. فانا هبتدي اشتغل على طول في الحاجات. ايه هي اهم حاجه في الشغل؟ ان احنا نخلي الزيت يسخن كويس عشان لما نيجي نحمرها تبقى جاهزه، بس برده ما نسيبوش يتحمر قوي عشان ما تتحرقش.
بس كده. لو تحبوا تحطوا بقى معاها شويه حاجات. ودلوقتي بقى نعمل الخلطه بتاعه الحشوه، برضو هحط شويه زيت صغيرين جدا. وفي يا جماعه دلوقتي كاري، الواحد ممكن يلاقيه في الاسواق او في السوبر ماركت، عباره عن في برطمان كده تفتحوه ومحطوط في بيست وعليه زيت كتير قوي، ده بيبقى حلو جدا جدا جدا، وبيبقى فيه كل الحاجات، بيبقى فيه بقى التوم بتاعه، يعني عارفين الكاري بقى بكل اشيائه. بس انا حتى لما باجي بستعمل الكاري ده بستعمل بس، عارفين البودره اللي بنشتريها دي في الاكياس، هي دي، مش عايزين اكتر من كده، وشويه ملح لو عايزين، هو كده، ما تحطوش حاجه اكتر من كده. زي ما انا موريها لكم جربوها وصدقوني هتعجبكم جدا. انا كل البنات صحباتي اللي جربوها استعملوها وقالوا لي ان كانت من احلى الحاجات اللي الاولاد بيحبوها، تحسوا ان انتوا كده مره واحده سافرتوا الهند. عارفين لما الواحد ياكل حاجه ويحس ان هو سافر في المكان بتاعها، اهو شايفين، هنسيح الكاري بتاعنا شويه الزيت. بص هي سهله، هي وخلاص كده اهو. لو عايزين تحطوا لها شويه كركم ممكن تحطوا كركم، وكمان ممكن تحطوا شويه فلفل حراق. انا شخصيا هحط شويه فلفل حراق، مش كاتباها لكم ما تحطوهاش، انا بعملها علشان يا حرام الناس اللي هياكلوها بعد الفطار، انا بحب ريحتها في الحرق وطعمها. وهنا برضو هنحط، لان احنا طبعا لما بنيجي نسلق البطاطس لازم يبقى فيه ملح في سلق البطاطس، ونقطعها مربعات صغيره تقريبا قد البسله. دلوقتي حطيت شويه فلفل وحطيت البتاع، عايزه بس ريحته تطلع. اول ما ريحه القهوة بدا يطلع ريحته، اول ما ريحته تبتدي تطلع كده شايفين، نقوم نازلين بالبطاطس والبسله. البسله دي اللي هي اللي عارفينها الفروزن دي يا جماعه، اللي بنجيبها هايله، مفيش احلى منها في الدنيا، يعني بيعمل واحد بيها عمايل البسله دي، طبعا غير البسله ام جزر بتاعتنا اللي احنا كنا بنحبها. بس كده شفتوا، سهله جدا وسريعه جدا وما بتاخدش وقت خالص. بس عارفين ايه اللي حصل لي دلوقتي بقى، ودي حاجه عايزاكم تخلوا بالكم منها، انا كنت سايبه البسله بقى لها فتره وهي كانت فروزن، فالميه بتاعتها نزلت، فانا كل اللي هعمله بقى ان انا هسيب لا هي خلاص، يعني المهم ان هي ايه كله ياخد الريحه مع بعضه. انا هزود شويه كركم، انا بحب لونها يبقى مصفر كده من جوه. اللي في مننا سافروا الخليج او الناس اللي عايشين في الخليج، الهنود موجودين طبعا في كل حته، ودي اكلتهم الرئيسيه، زي ساندويتش الفول بتاعنا كده لما بنشتريه واحنا ماشيين، بتلاقوا الساموسز قد كده، وهي دي الحشوه اللي جواها، احلى حشوه في الدنيا. هحط لها شويه حيلانية زيت، ايوه كده اهو، اصفرينا التصفيره اللي احنا عايزينها. خلاص نبتدي بقى الشغل او الحشو. دايما 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 نبقى مغطينها علشان ما يحصلش اي نوع من اي نشفان، وتبوظ علينا هستعمل الكبيره احسن، هستعمل الكبيره احسن علشان تاخد اكتر. شفتوا يعني هي مش محتاجه حاجات كتير. عملنا قبل كده البسبوسه السمبوسه مع بعض، واكيد ناس كتير جدا عملوا لكم سمبوسه السنه دي. بس دايما حلو الواحد ايه يخترع سمبوسات، او يبقى طعم السمبوسات مختلف. زي ما قلت لكم انا بتريحني اكتر الشغلانه اللي كاني انا بعمل زي كون او بعمل زي قرطاس كده، وبدخل بقى جواه. دي بقى لازم تبقى معموله حلو ومحشيه كتير، ماشي، عشان الواحد كده لما يدخل فيها يقوم دايس في البطاطس الطريه، بعدين في البسله اللي بتبقى مسكره شويه دي الخضرة، الوانها بتبقى حلوه قوي وطعمها. انا هعملها كده وهقفلها كلها في الاخر مع بعض. خلاص عظيم، وهبعد الزيت شويه، زي ما قلت لكم انا مش عايزه الدنيا ايه تتحرق مني وانا شغاله. الميت لوف زي ما قلت لكم هيبقى على درجه حراره 180، هيقعد لمدة 45 دقيقة 50 دقيقة. اوكي اهو،
بقول لكم كده، انا قلت لكم انا بعملها كوم، بس انا عشان انا عارفه بشتغل في التلفزيون فبحاول اوريكم، بس انا وريتها لكم قبل كده، فخلوني بقى ايه اشتغل واخلص الحكايه دي. و نعمل تاني كده وكده، شايفين هي بتبقى زي القرطاس كده، فاكرين زمان كنا بنعمل القراطيس ازاي واحنا في المدرسه؟ انتوا يا ترى الولاد بيلعبوا بنفس الطريقه اللي احنا كنا بنلعب بيها زمان؟ ما تقليش، التكنولوجيا اخذتنا من حاجات كتير جدا كنا متعودين نعملها. يلا اوكي، نخلي بالنا دايما ساعات بيبقوا اتنين، ساعات بتبقى تخينه زي دي، بصوا في بدايتها رفيعه ازاي ونهايتها تخينه ازاي، فهنعملها برده نفس الاسلوب. دي بتبقى اكتر حاجه لطيفه الواحد يعملها وهو قاعد مثلا بيتفرج على تمثيليه، او قاعد يعني مش لازم الواحد يعملها وهو في المطبخ متضايق وبتاع، لا، القطايف والسمبوسه بتتعمل دايما الواحد قاعد ايه في وسط اصحابه في وسط اهله، هم قاعدين بيعملوا حاجه وانت قاعده تعملي حاجه ثانيه. اهو اخر واحده الخمسه، زي ما انتوا عارفين دايما بحب اشتغل بالمفرد، مش هنعمل بقى كل الحاجات. اوكي اهو كده هوريها لكم دايما وانا شغاله دلوقتي. بصوا بتجيبوا الطرف على الطرف كده اهو، ونقوم قافلينه بالاسلوب ده، فكده التلات اتجاهات قفلت. بس بالطريقه دي برضو ممكن تقع من يقوم جايباها تانية كده اهو، شايفين كل دايما بتجيبوا الاطراف على بعض اهي. ودلوقتي نحشي، اللي انا بقى محتاجاه دلوقتي ايه؟ اللي انا محتاجاه ان انا اجيب بوله فيها شويه ميه علشان اقفل بيها حواف الحواف بتاعت السمبوسه. اوكي اهو هكذا اهو. طبعا انا ما بقولش كده عشان اقفل عيش حد، بس هتلاقوا الستات كلهم بقى اللي بينزلوا كده والبنات اللي لسه بيتعلموا، عايزه اقول لكم حاجه، السمبوسه والحاجات دي لما تروحوا تشتروها من عند الراجل بتاع الكنافه والقطايف، السمبوسه بتبقى احلى كتير جدا من الحاجات اللي الواحد بيشتريها جاهزه من السوبر ماركت. او دي يعني حالتي الشخصيه، انا دايما لما بروح السوبر ماركت وبجيب السمبوسه ما بتبسطش زي لما بجيبها من عند الراجل بتاع الكنافه. اوكي اوكي دلوقتي بقى نرجع الاشياء كما كانت على النار ونحطهم هنا. تعالي انت هنا كده السمبوسه. عايزه ابص بصه على اللي في الفرن اشوف الدنيا عامله ازاي. دنيا جميله، وريحه ورق الغار ده اللي هو ورق اللوري لطيف جدا. كفايه عشان مش عايزين الدنيا تتحرق، احنا عايزين الدنيا تتحمر اهو. الزيت لما نيجي نحط حاجه في الزيت مش لازم عشان نخلص نقوم حاطين الحاجات كلها مع بعض. انا اسفه بفضل اخد ودي معاكم في حاجات، بس الحاجات الصغيره دي بتفرق، خصوصا لما تكون بنعمل بطاطس مثلا في ميه. الميه طبعا لازم ننشفها من البطاطس عشان ما تحصلش الحرائق الرهيبه اللي بنشوفها دي ساعات. غير كده كمان ما نملاش الطاسة عشان الزيت يفضل سخن، لما انتوا بتحطوا بقى الحاجات كتير الزيت بيهدى درجة الحرارة بتاعته وبيشرب بقى ايه الاكل اللي احنا بنحمره جامد الزيت ساعتها، فده احنا مش عايزينه. يا ولد، وكنا المفروض نحط شوية زيت زيادة بس مش مشكلة. بسم الله نجيب بقى الحاجة اللي احنا هنغرف فيها. عارفين ده حصل ليه؟ لان الحلة بتاعتي زي ما انتوا شايفين او الطاسة مش عالية، والمفروض البسبوسة الواحد بيحمرها في زيت غزير، انا ما غزرتوش قوي عشان قلت حرام بقى ما بحبش اعمل حاجه وبعدين ما حدش يستعملها تاني بدالي. ف اهو هي اتلسعت من كل الجوانب بصراحه.
المهم ان السمبوسه طبعا زي ما انتوا كلكم عارفين لازم الواحد يطلعها بالظبط قبل الفطار، يعني نكون بنعملها واحنا سامعين القران بيتقري. ماشي، اخر واحده عشان عملنا كل الحاجات اهو، هجيبها كده بقى. خلاص فهمنا الدنيا ايه اللي بيحصل فيها. التحمير على فكره ده فن، مش اي حد يقول لك ده بيتحمر في التحمير فناديك، وشايفين مفيش اي نوع من اي فن، الدنيا اتعملت تاني. بس انا فهمت ليه بقى، لان زي ما قلت لكم ما حطيتش زيت غزير اهو، فلازقت على طول في الارض. دي بقى الحقنة ما يمكن الحقه اهو، وخلاص نقفل بقى هنا المناظر دي. الاكلة النهاردة بتاعتنا تقريبا خلصت، وهي كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن، خليني بقى ما احطلكوش الحاجات اللي شكلها مش حلو دي كده، شكلهم حلو. كانت عبارة عن ميت لوف اللي هو في الفرن، اوريهولكوا ولا ما اوريهولكوش؟ اكيد هوريهولكوا، يعني صعب قوي ما اوريهولكوش. طبعا انتوا عارفين الحاجات اللي اكل البطن واكل العين، ناكل شويه العين اهي. مفيش اسهل ولا اسرع من كده، وبرده مش مكلفه. البطاطس على طول عندنا في البيت، البسله لازم كيس بسله دايما يبقى موجود، مش شرط يبقى فيه جزر اهو، انا بحبها قوي كده. وهشيل بس الزيت من هنا. زي ما انتم شايفين الاستاذ اللي قاعد ده، الرغيف اللي قد كده اللي احنا عاملينه، انا كنت بقى محضره كمان قد كده حاجه اهي، بس كنت عاملاه في القالب عشان اوريكم ده وده. لما بنعمله بالقالب بيطلع بالشكل ده، ولما بنعمله بالطريقه بتاعتنا اللطيفه دي بيطلع بالشكل ده. اهم حاجه عايزه اعملها لكم ان انا عايزه اوريكم شكله وهو متقطع. هجيب السكينه وهقطعه لكم. بسم الله، يا سلام اهو، شايفين بقى الالوان وشايفين الحاجات لطيفه ازاي. زي ما قلت لكم بيبقى في سندوتشات لطيف جدا جدا جدا، مع شويه مستردة ممكن نحط، مع شويه اي حاجه اللي انتوا عايزينه، الصوصات اللي انتوا بتحبوها. المهم الحلقه بتاعت النهارده خلاص خلصت، اتبسطت جدا ان انتوا كنتوا معايا، ويا رب الحاجات اللي انا عملتها لكم تعجبكم، واشوفكم المره الجايه. اماني رفعت. We'll be right back.